Bieke. Fit and feed. Sayer Coleman. انتظروا التنفيذ من شالي بن سيكون من عبد الغني معاوي وسعود محمد وتارا بعد الاسمال على مستوى خط دفاع كلاوديو من اجل دعم الاوسيس. هذه اللقطه جول 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 للاوسيس. الاوسيس باغة المغرب التطواني في حدود الدقيقه 59 من خلال كرة ثابتة حمزة خابة يتمكن من تسجيل الهدف في مرمى معاوي. يسجل هدف في مرمى مراد امام دار المدرب لا يحرك ساكنا احمد القيصر الذي يعلم جيدا بان المباراة لم تنتهي بعد. يعلم جيدا بان المباراة لم تنتهي بعد. نتابع عبد الغني معاوي لعبها والهدف يجي كما قلنا بلمسة وراسية حمزة خابة يتمكن من تسجيل الهدف في باغة. شوف معي بهذا الشكل مراديس والذي فعل مغرب التطواني تمكنوا من ابعاد هذه الكره. يمكن ان نقول كره سهله، كره تصطدم بالارضيه الملعب وتستقر في شباك فريق المغرب التطواني. مراديس خاب يسعد اليوم ويفرح مع انصار فريق اولمبيك اسفي الذين تنقلوا باعداد كبيره هنا لمدينه تطوان من وسط الميدان. ليس تلك الطريقه والكاريزما اللي تعودنا عليها في هذا المغرب التطواني. لك حل يلعب لك حالي سدد لك الهو بو 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 جول 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 جول. هدف أي هدف، لمسة وأية لمسة وتسديدة وأية تسديدة بشكل رائع من لكحل يسدد يساري تستقر في شباك الحارس مروان بساك. كرة تباغت حارس مرمى ودفاع المغرب أولمبيك أسفي ومن سدد أيوب لكحل بهدف قال ما يقال عنه. هدف رائع وجميل، هدف رائع وجميل، هدف جميل، سيكون واحد من أجمل الأهداف في هذا الجولة. لاحظوا اللي أعطى الكرة وتوني وسدد يساري لكحل 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 تستقر في الزاوية 90. هدف من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة، هدف يخلي واحد من النقاط المضيئة في هذا المقابلة إلى جانب الهدف اللي سجله فريق أولمبيك أسفي. لكن هذا هدف بصورة أفضل وبطريقة أفضل وأجمل، وهي الأهداف الجميلة اللي تخلي الجماهير تستمتع كما نستمتع وكما نريد أن نستمتع في مباريات البطولة الوطنية. صحيح لم نستمتع بهذا الفريق في الجولة الأولى، لكن في الجولة الثانية على الأقل أنه تابعنا هدف من الفريقين معا، هدف لكل طرف.